نروح لتقرير عن احمد سيد زيزو، دوره العظيم في فوز نادي الزمالك السنه دي بالدوري، الدوري رقم 14 في تاريخ نادي الزمالك الثاني على التوالي. هو الدور الابرز، دايما اقول انه كان بطل الفيلم، فيلم الزمالك الحلو ده هو كان البطل، هو النجم الاول في هذا الفيلم، هو صاحب المشاهد الاكبر. فيريرا طبعا على جنب، هو المدرب، ولكن بالنسبه للاعبين فهو البطل الاول كان احمد سيد زيزو. نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا. محمد منير بيقول في أغنية لي: ده انت جوه القلب ساكن ساكن في أفرحنا، بيفرحنا إن انت جوه القلب ساكن ساكن في أفرحنا، وانت الأمل في العيون. تقريبا لو كان استاد عثمان احمد عثمان بالجبل الاخضر ممكن يشغل اغنيه توصف حاله النشوه والشغف والحماس والسعاده اللي كانت في عيون جماهير الزمالك اللي تسارعت للاحتفال بهدف نجمها احمد سيد زيزو بمرمى استرن كامباني من المدرجات. كانت ممكن تكون دي في الخلفيه وهو بيجري ناحيتهم لينهي الدور الاول من الدوري بعديه كبيره. الزمالك وقتها حافظ على فارق 8 نقاط بينه وبين الأهلي على الصدارة، والأهلي كان لعب وقتها 3 ماتشات أقل، علشان كده لو كانت عادل الزمالك كان ممكن دلوقتي يكون الوضع مختلف. لكن صراحة مش بس الجون ده اللي مهم لجناح الزمالك، لأن زيزو ساهم في أكتر من نص الأهداف اللي سجلها فريقه في الموسم ده، وكتير منها كان مهم سواء سجله أو صنعه ليكون فارس الزمالك اللي بيمنع ان الدرع يغادر 100 عقبة للسنة التانية على التوالي، والرهان اللي عمره ما خسر في سباق بقميص الزمالك، وهي حاجة ما كانش كتير يتوقعها لما الزمالك اعلن ضم زيزو في يناير 2019، وده بعد تجربته في الدوري البرتغالي. لكن صاحب 26 سنة كان في الميعاد، يتقال له العب باك يمين مش جناح يقول حاضر، وهتحس انه مركز، انزل خط وسط يقول حاضر ومش بيبخل بنقطة عرق، هتلعب وينج شمال برضه حاضر، فارس مقاتل في أي مكان، بيساعد فريقه وجماهيره في صمت، الصوت اللي ممكن تسمعه بسببه هو صوت الجماهير بعد كل لمسة أو جون أو صناعة هدف ليه، ويختم الدوري بأفضل طريقة، وهو اللاعب الأكثر تهديفاً وأكثر صناعة للأهداف بالبطولة. خطير، وهوبا والهدف، يا نهار أبيض، يا نهار أبيض يا زيزو، حلوة حلوة حلوة. لعيب اعجازي، كان عمل موسم رهيب. خد بالك ان زيزو ميزته ان هو بصبغه كده عالميه، لعيب عنده الاحترافيه بتاعت اللاعب الاوروبي، مش بقول لك لاعب اوروبي بس عشان انا عارف تروح ماسك في الكلمه، بس عنده الاحترافيه بتاعت اللاعب الاوروبي. ولا اقول لك ايه، ما تمسك في الكلمه، ما هو الامكانيات اللي بيعملها زيزو دي تخليه يلعب في اكبر دوري في اوروبا عادي. لاعب عنده لياقه بدنيه جيده، سرعه، عرضيات نموذجيه، تصويب على المرمى ما فيش بعد كده، هتلاقيه بيلعب جناح، هتلاقيه بيعرف يخش عند منطقه الجزاء، عنده امكانيات كبيره وكثيره يعني تخليه يلعب في اوروبا، تخليه يعني لو رغب بالزمالك في ذلك، عشان هيجي يقول لك الحق كريم عايزه يمشي يسيب الزمالك ويروح اوروبا، لو الزمالك موافق وهو عايز يطلع في اوروبا وحر. احنا بالنسبه لنا مبسوطين بيه في الدوري المصري، عامل شغل عظيم جدا، وهنبقى مبسوطين برضه جدا جدا لما يشرفنا في اوروبا في الحالتين يعني.